انا هاشم القاضي، مدير القطاع التجاري في شركه اي هوم ريل استيت. هل اي هوم مقصود فيها السمارت هومز؟ بالظبط، احنا كل المشروعات بتاعتنا بنتاكد ان فيها كل الخصائص اللي بتخلي العيشه يعني زي ما تقول مواكبه للعصر. فمثلا كل الوحدات عندنا فيها انتركام مرئي، بوابات الجراجات بالريموت كنترول، كل الوحدات مزوده بفري واي فاي، البوابات كلها إلكترونية، وهكذا. يعني احنا الشركة عندنا مهتمة بشكل متخصص في التجمع الخامس في 3 مناطق، هم منطقة اللوتس والأندلس وبيت الوطن. طبعا المناطق دي مختلفة من حيث بعد تسليمها للعملاء، في حاجات بنقدر نسلمها السنة الجاية او منتصف 2019 زي اللوتس والأندلس، دي اوريدي بدأت مراحل الانشاءات والخرسانات اللي فيها. في منطقة تانية زي بيت الوطن، دي تسليمها بيبقى بعد 3 سنين، ودي طبعا بتتيح لينا كشركة ان احنا نقدر نقدم تسهيلات للعملاء بتوصل السداد فيها على 7 سنين. المساحات عند حضراتكم بتبدأ من كام لكام؟ عندنا المساحات احنا بنراعي فيها ان هي تلبي اكبر شريحة من العملاء، فعندنا مساحات بتبتدي من اول 125 متر لغاية 230 متر، ودي طبعا بتكون فيها يعني نماذج مختلفة، في حاجات فيها اوضتين نوم، في حاجات 3 اوض نوم، مساحة الريسبشن بتختلف، في حاجات دور ارضي بجنينة، في حاجات ادوار متكررة. غير كده احنا عندنا برودكت متميز جدا اللي هو بتاع اللوتس، ده عبارة عن ميني كومباوند. الميني كومباوند ده بيكون عبارة عن عمارتين محاطين بسور، في منطقة للخدمات المشتركة زي حمام سباحة، منطقة لعب للاطفال، ومناطق ترفيهية الناس تقدر تستخدمها. يعني الاسعار بقى حضرتك، عندنا سعر المتر بيبتدي من 6200 جنيه بالنسبه لبيت الوطن، وبالنسبه لمنطقه اللوتس 7000 جنيه، والاندلس 7200 جنيه.